احنا يجب ان نكون ثوريين واقعيين. الثورة مو اسم، الانقلاب مو اسم، ثورة واقع. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا؟ اصحاب الكهف هذول وزراء، شخصيات اعزة. هؤلاء خرجوا من بلادهم يريدون الله، ولهم سورة في القرآن. هذول لما خرجوا من بلدهم وذهبوا وذهبوا وذهبوا، وصلوا إلى صحراء خارج البلد، قال بعضهم لبعض: أيها الإخوة، نحن خرجنا من بلاد الجبارين إلى بلاد الله. فتواضعوا لله، نزعوا أحذيتهم، نزعوا ملابسهم، لبس كل واحد منهم لباسا خلقا ومشوا، لأنهم قالوا إننا صرنا ثوريين، إننا صرنا انقلابيين. الانقلاب حقيقة ينبع من قلبك، والثورة حقيقة تنبع من قلبك ومن قلبك، مو بالمظهر والشعار. الشعار واجب، لكن يجب أن نكون بسطاء في الحياة. الإنسان البسيط هذا كل شيء يتمكن يعمل. إذا كنت تفكرون تأتون إلى قوم وتروحون إلى فندق ممتاز وأكل ممتاز، على أقل تقدير كل واحد كان منكم تكليفة 1000 تومان أقل تقدير، وسيارة شخصية. لكن ما فكرتوا في هذا الشيء، فكرتوا أينما صار ننام، أي شيء صار نأكل، وبالفعل طبقت وتمكنت أن تأتي وترجعون بسلام. شوف الفرق بين البسيط وغير البسيط. البساطة في الحياة. الله يرحمه، والدي كان بسيط في الحياة، وأنا شفته من قريب. هذا 30 سنة كان عنده عباء واحد للشتاء، 30 سنة. مو أنه ما يتمكن، يتمكن لكن ما يتمكن. وقصص كثيرة من هذه القصص في أنبياءنا، في أئمتنا، في علماءنا. الإنسان يجب أن يتعلم البساطة، أن يلقن نفسه البساطة. أبو ذر الغفاري كان مدعوا عند سلمان الفارسي رحمة الله عليه. سلمان قدم له قرصا من الخبز وقرص من الخبز لنفسه. أبو ذر الغفاري قال له: يا سلمان، إدام ماكو؟ قال: لا بأس. راح جاب الإدام الملح فأكل، وبعد الأكل قال أبو ذر: الحمد لله على القناعة، يعني الحمد لله الذي قنعنا وجعلنا قانعين أن نأكل الخبز بملح. سلمان قال له: يا أبا ذر، أين القناعة؟ وقد رهنت مطهرتي لأجل الملح. يعني إذا كنت قانعا ما كنت تسأل مني أين الإدام. تعليم لنا، تعليم لنا، لأنه ما كان في بيته ملح. راح ورهن مطهرته وبفلوسه اشترى الملح. هذا كلش مهم في زواجنا، في سفرنا، في حضرنا، في نومنا، في أكلنا، في شربنا، في كل شيء. البساطة في دارنا، مو لازم دار ضخمة، الدار العادية نسكنها، غرفة نسكنها. إذا صار هكذا كنا مقادرين على الحركة، على إعطاء الفكرة، على الأسوة. جورجي زيدان هذا رجل مسيحي، في كتابه يذكر أن المسلمين إنما تمكنوا من فتح العالم لأمور أحدها أنهم كانوا بسطاء، يأكلون أي شيء وجدوه، وينامون في أي مكان، ويقتنعون باليسير. بينما جيش الروم وجيش الفرس هؤلاء كانوا ثقلاء ثقيلين، ما يتمكنوا من الحركة. قلت هالمثال مثالكم الآن، أنتوا الحمد لله بساطة، لكن تعلموا البساطة من هسه إلى آخر عمركم. ها، مو أنه إذا صرت وزير بعد نصير بسيط ويخلص الموضوع، لا 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 أبدا. الإنسان يجب أن يتعلم البساطة إلى آخر حياته وآخر عمره. فلنكن بساطة.